المده الوقت اللي تنبغي الفراش ديالي حلال مطيب تيخرج ليا واحد الدري ولدها تتمشي ولا ولدك ولدها ولدي ولدها ولدي ولدها تيخرج ليا تيقول ليا سير عشنو بغيتي واش بغيتي تعطيك البزوله واش بغيتي تعطيك ترضع هذا راه مزوج زوجته تيقول ليا واش بغيتي تعطيك ترضع وهي حارمه لي من الفراش هو كيدخل عند مرته هو تيدخل على مرته هي حارمه لي من الفراش حارم عنده 24 سنه دخلوا في هذه العلاقه بينك وبين امه ما نعرفها اختي ما نعرف وهي شنو كتقول هي تتقول ليا حنا كبرنا حنا كبرنا ما خصنا كبرنا انت فراش ديالك بوحدك وانا في الفراش ديالي بوحدي سير تجوج لا بقيتي باغي دير شي حاجه سير تجوج لا بنتي واش انا غادي نمشي انا نتجوج وصلت لعمري دابا 55 سنه وغادي عندك 55 سنه عاد باش غادي نمشي انا نتجوج شوف الزيد زيد في 69 69 عندي في لاكارت عندي في لاكارت 70 ولكن الاصلي زيد في 69 او 69 فاز زيد هي زايده في 72 زايده في 72 تزوجنا في 92 فاش تزوجنا دابا راه 2024 2024 عندنا جوج الاولاد والبنت جوج الاولاد والبنت الولد راه مجوج البنت راه مجوجه الولد بارك معاك في الدار الولد الكبير لا اللي كيقول لك هاد الهضره على امو اللي تيقول هاد الهضره على امو بارك معايا في الدار بارك معايا في الدار وتنصرف عليه وما احترمنيش ما تيحترمنيش علاش كتقول لها قدام ولادك يلا لا ماشي قدام ولادي تنقولها لا ها. هي راه خاصها تقيد لي البيت ديالي راه كاينه عندي الدار لتحت وعندي الدار الفوق ما قيداتش لي البيت الزوجيه المحرم ديالي ما عندكوش بيت نعاس والو ما قيداتوش ديما هي مفرتكه تتقول لي انا الدار ديالي كلها فيما عجبني نعس يعني ما عندكمش واحد البيت غرفه اللي ديالكم ما خلاتوش لي انا بنفسي تندير الغرفه تنقيدها انا وهي اللي خاصها تقيدها وتتجعد تفرتك ديك البلاصه شحال دابا باش هجراتك؟ اش نقول لك راه هجرتني مده عام هذه باش هجرتني من الفراش هاو عام بزاف عام باش مهاجراني من الفراش وعاوتاني ما تنجلسش انا مع مراه تنخرج انا تنجود ولكن قالت لك تتزوج قالت لي تتزوج ولكن ما نتزوجش انا كنبغيها هي ومدتها 32 سنه واش اليوم عاد ما بقيتش انا مزيان سيدي من حقها الا ما بقاتش قادره انها المعاشره الزوجيه من حقها ولا قادره عندها شي حاجه عندها ما يمكنش واش عرفتي قادره انا حساس حسيت بالسيده انا حسيت بالسيده ديك المعامله اللي كانت تتعامل معايا في النعاس ما بقاتش هي راه حسيت انا راه كنحس كاين احساس ماشي هي الراجل كاين الاحساس راه كتعيا المراه كدير الدراري كتولي وحده اخرى ما عياناش كتولي النفسيه ديالها كتبدل لا ولكن انا حاس بها ديك الاحساس راه عندنا احساس مش ما عندناش لا المراه ولا الراجل داك الاحساس اللي كان بيني وبينا كنحس بها بانها بدات تتقرب عليا كاينه شي حاجه بحالاش هاد الحاجه كاينه شي حاجه بحالاش مهما ما بقات تتباغيني كاينه شي حاجه الساعات ولا الساعات ولا كيفاش الساعات ولا النفسيه بنادم راه كره مريضه ما مناش مريضه راه نفسيتها مسكينه الله يحسن العون مناش غادي تكون مريضه مناش راسها خاصك تجلس وغادوي معاها دويت معاها راه دويت معاها هي كتمشي راه كتمشي او استاذه وكتمشي عاد عائله تطريح ما كتشاورنيش فاش كتمشي وكتمشي عاد عائله تطريح ماشي نهار وكتريح 15 يوم و20 يوم وشهر وما كتشاورنيش و3 ايام و4 ايام وهي الدار قريبه للعائله ديالها وتتقول لي نمشي فوق ما بغيت نمشي فوق ما بغيت نجي هذا راه حرام عليها حرام عليها هذه الحاله وصلتي ليها هذه الحاله اللي وصلتي ليها وتفقت على قبل مراتك على قبل مراتك مرضاتني انا هي مرضاتني وهي باغا تطلق ولا ما باغاش تطلق تبقى معاك وتزوج هي راه دفعت طلاق وطلقها انا ما بغيتش نطلقها كنبغيها